السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعينا، يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة. في فيديو النهاردة هنشوف ما فعله ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله مع زوجته الأميرة رجوى الحسين في اليوبيل الفضي لجلوس ملك الأردن على العرش، وهنشوف تفاصيل إطلالة الأميرة رجوى. هنشوف التفاصيل بالفيديو، بس قبل ما نكمل الفيديو ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ضروري جدا علشان كل جديد يوصل لنا. حضر ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والأميرة رجوى الحسين احتفالات الفاعلية الوطنية الأردنية اليوبيل الفضي، وظهرت الأميرة رجوى بإطلالة أنيقة أبرزت حملها، فارتدت فستانا طويلا وواسعا باللون الأحمر وبأكمام طويلة، وكانت الأميرة رجوى قد ظهرت بإطلالة مشابهة تزامنا مع ذكرى زواجها من الأمير الحسين في الأول من يونيو الجاري. وعبر ولي العهد الأردني في المقابلة عن شعور الأبوة لأول مرة والفرحة التي غمرته لحظة معرفته بحمل الأميرة رجوى، والأمير الحسين بن عبد الله حرص على أن يمسك بيد الأميرة رجوى طول فترة الاحتفال باليوبيل الفضي، حرصا منه على سلامتها حيث أنها في الشهور الأخيرة من الحمل. ويذكر أن في عيد الفطر المبارك أعلن الديوان الملكي الأردني عن انتظار ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله والأميرة رجوى الحسين مولودهما الأول في الصيف الحالي. خالص أمنيتنا لولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله والأميرة رجوى الحسين بالسلامة، وأن تضع مولودها بسلامة وحفظ وأمان. بكده يكون فيديو النهاردة خلص، ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ضروري جدا علشان كل الجديد يوصل لنا.